والآن نتحول إلى أخبار الطقس مع رغدة بوليلة. شكرا لك بوريهان. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما هذه فهي درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 34-20 الطقس حار، الإسكندرية 28-18 مائل للحرارة، مطروح 26-16، بورسعيد 27-20، الإسماعيلية 34-18. أما عن السويس ف 33-20، العريش 28-18، طابة 32-19، شرم الشيخ 35-25، الغردقة 35-26. ننتقل إلى الأقصر ف 39-23، أسوان 38-24، الوادي الجديد 38-23، شلاتين 35-26، أخيرا حلايب 33-28. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.